السلام عليكم. اليوم نتكلم عن المشروع تاع ربط مدينة تيزي وزو بمدينة البويرة عبر طريق السيارة الجديد هذا اللي بلغ طول ديالو حوالي 50 كيلومتر، لكن يمر بمنطقة ذات تضاريس واعرة جدا، واضطرت يعني المصممين تاع المشروع إلى إنشاء عدة جسور منشآت فنية كبيرة وعملاقة، يعني بأحجام يعني خيالية، خاصة الجسر هذا تاع الجباحية اللي يعتبر واحد من أكبر الجسور في الجزائر، واللي بسببه يعني وكدت مشاكل أخرى المشروع هذا تعطل. ولكن حسب التصريحات نتاع المسؤولين الأتراك فإن المشروع سوف يسلم في غضون السنة هذه تاع 2023، لأنه كان يعني في أسباب خارجية، أسباب لا أريد ذكرها الآن، لكن الآن يعني الشركات اللي قائمة بالمشروع منهم شركة جزائرية لينجيوا، الشركة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى، وكذلك شركة أوزغون التركية اللي أكدوا يعني حسب التصريحات الأخيرة على أن المشروع هذا سوف يسلم في غضون السنة هذه. إن شاء الله يكون فيها خير، وأترككم مع هذه الصور من المشروع، آخر صور يعني عن المشروع، والسلام عليكم.